بدي امان زيادة عن اللزوم وبراهن على الانسان ده وبقول ان الانسان ده عمره ما هيخذلني. لان احنا اللي بندي ناس مكانة مش بتاعتهم مش بتاعتهم ولا يستاهلوها ولا عمرهم كانوا يحلموا او يتخيلوا ان هم يكونوا في المكانة دي. يبقى العيب فيا ليه بقى؟ لان انا اللي اتعشمت كتير وانا اللي وثقت كتير وانا اللي اديت الامان كتير وانا اللي ضحيت كتير. في نوع من انواع التضحية اسمه التضحية الساذجة، ان انت تموت نفسك وتستهلك طاقتك عشان الانسان اللي موجود في حياتك باي درجة من الدرجات، وفي الاخر ما تلاقيش 1 من 10 على كل التضحيات اللي انت ضحيتها.